أهلا بحضراتكم معانا مرة تانية في مساء الخير. الحقيقة أنه المعلومة شيء خطير جدا جدا، وخصوصا في العسكري، وأن معلومة واحدة عن العدو ممكن تغير خطة استراتيجية كاملة لدولة، ويروح التوجه يروح في حتة تانية خالص. عشان كده كانت حرب المعلومات من الحروب الضارية في فترة 73 وما قبلها، وأكيد استمرنا بعد كده. شفنا بقى عمل أجهزة المخابرات العلني في تخريب الدول. فعشان كده كان لابد في أثناء احتفالنا بنصر أكتوبر خلال هذا الأسبوع أنه شرفنا سيادة اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات المصرية العامة الأسبق ورئيس ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية من فترة بعد نكسة 67 حتى معاهدة كامب ديفيد 77. كل سنة وحضرتك طيب سيادة اللواء. سيادة اللواء، يعني المخابرات دي أهميتها إيه؟ معلش هنعيد ما قلناه سابقا، في أي دولة؟ شوف، إحنا هنبتدي من الأول. يعني إحنا القوات المسلحة بتدير معركتها في الميدان، وإحنا المخابرات العامة بتدير معركة حرب المعلومات. المعلومات دي إحنا الحقيقة لما القوات المسلحة ابتدت تعيد تنظيمها، المخابرات العامة عادت هيكلتها، وكان الفضل في هذا يرجع إلى المشرف على الجهاز اللي هو الوزير أمين نويدي، مرحوم أمين نويدي. وأمين نويدي الحقيقة رجع المشرف على الجهاز، وكان قبل ما يسيب قبل كده كان نائب رئيس مدير المخابرات العامة للمعلومات، فبالتالي دخل يشرف على الجهاز وابتدى يحرك أو يعيد تنظيم هيئة المعلومات والتقديرات، لأن هيئة المعلومات والتقديرات هي المحرك الرئيسي للجهاز. هيئة المعلومات إيه؟ والتقديرات. والتقديرات اللي هي يعني بنقول الموقف بناء على المعلومة كذا. ده كل المعلومات بتاع الجهاز كلها بتصب فيها. الحقيقة احنا عدنا تنظيمها، وبعدين جينا لما عملنا بقى عدة الهيكلة ودعم الإدارات العاملة على إسرائيل والدول العربية، ابتدينا نبتدي نبص بقى على الموقف بعد النكسة. لقينا ان الحقيقة يا فندم، يعني اسمح لي حضرتك، يعني كده الريستراكشرينج او اعادة الهيكلة دي كانت سنة كام؟ وكانت الهيئة 67 في شهر 10 67، وكانت عندنا قبل كده سلاح للمخابرات برضو ولا ما كان؟ الجهاز بس كانت كانت العملية، كان العدد محدود، والامور كانت يعني مش على نفس المستوى اللي هنقول الكلام ده. المهم بعد ما عملنا ابتدينا بقى ندرس، نطلع بالدروس المستفادة عن نكسة 67. فلقينا الحقيقة السبب الرئيسي لنكسة 67 هي قصور المعلومات عن العدو. ولو كانت هذه المعلومات قد توفرت للقيادة السياسية ما كانت دفعت القوات المصرية في معركة غير متكافئة مع العدو، وكان يمكن التلويح بالرادع دون الدخول فيه. لكن الحقيقة نتيجة قصور المعلومات دخلت القوات المصرية في معركة ظالمة تماما، وحصلت نكسة 67. الحقيقة كان تلويح بالردع دون الدخول فيه من جهتنا. اي طبعا، احنا ما عندناش كان ردع ساعتها، ما انت ده اللي اكتشفناه بعد ما دخلنا. ما انت بعد ما اكتشفته، لكن انت كان ممكن تلوح بيه. ما هو كل الاطراف النهارده بتستخدم الاسلحه، انت ممكن تلوح بيه، لكن هو بيبتدي الطرف الثاني ممكن ياخد بيه او ما ياخدش. لكن مجرد الدخول في معركة النهاردة غير متوازنة مع العدو كانت سبب نكسة 67. عشان كان لزاما على المخابرات العامة أن تعيد تاني بناء قاعدة المعلومات، لأن المخابرات العامة مسؤولة عن تغطية العمق الاستراتيجي لإسرائيل. إسرائيل اللي هي إسرائيل داخل حدودها، وإسرائيل العمق الاستراتيجي ده هو محور الصراع العربي الإسرائيلي، لأن إسرائيل بتعتمد على قوات الاحتياط، فبالتالي كله متجمع في هذا العمق. فالحقيقة بعد ما ابتدينا نشوف الكلام، ابتدينا نتأكد أنه قصور المعلومات كان لزاما عليه أن احنا نعيد بناء قاعدة المعلومات. ابتدينا بقى نقعد نشوف هنبتدي إزاي. الحقيقة كان صعبة جدا نبتدي إزاي، لأن أين نحصل على المعلومة؟ ابتدينا ندور نحصل على المعلومة إزاي. والحقيقة كنا في فترة صعبة جدا، لأن كانت حرب الاستنزاف شغالة، والعدو النهاردة كان بيضغط على ضغط شديد جدا. فلقينا ان الحقيقة بعد متابعة الصحف الإسرائيلية، لقينا ان إسرائيل رفعت الحظر الإعلامي عن كل معلوماتها العسكرية، وابتدت برضو في آخر 67؟ في 67، بعد 67 بعد يعني الحرب. ده معناها ان إسرائيل كده يعني ولا فارق معاها خالص ان مصر هتعمل اي حاجة، لان بتعتبر دي آخر الحروب،
وأن مصر جثة مدى وانتهينا والموضوع خلص كده، عشان كده فتحت على تماما وابتدت تشن حرب نفسية شديدة جدا ضد قنصل، وده نفعنا جدا يعني، كأنهم بيقولوا إيه يعني، حتى المعلومات اللي عندنا هي مش سرية، ورونا تعرفوا تعملوا إيه. فابتدى يرفع العزل الإعلامي، وابتدينا نجمع بقى كتب والنشرات اللي صارت عن عمليات 67، وابتدينا جبنا 36 كتاب ومنشور، وابتدينا لقينا 16 كتاب فيهم بيتكلم عن عمليات العسكرية، فرغناها وطلعنا في مستصف 68. كان عندنا قاعة معلومات عن كل القوات الإسرائيلية اللي تشارك في حرب 67 بالكامل. وتنا بقى نتابع على هذا تابع بعد كده نكمل القاعة. هل كان يا فندم في هذا التوقيت الصعب الحرج اللي فيه منتهى اليقظة من الطرفين عشان في حرب دائرة سواء نكسة أو استنزاف أو 73، كان صعب جدا بيتهيألي زرع عناصر بعينها بقى لاستجلاب معلومات؟ طبعا ده موضوع خطير جدا. وبعدين ابتدينا بقى نعمل ايه، ابتدينا نبتدي نشوف قاعدة المعلومات دي بعد ما كونها قالت ايه. قالت ان اسرائيل كيان صهيوني يمثل سياسيا يمثل احلام الصهيونية العالمية والقائم على التوسع في المنطقة. تمام. ان اسرائيل دولة داخل منظومة امنية وعسكرية. وبعدين مش العكس يعني. مش جيش داخل دولة. هي دولة داخل جيش. عسكريا. ان القوات الجوية الاسرائيلية هي القوة الضاربة للقوات المسلحة الاسرائيلية وتحقق السيادة الجوية على كل الدول العربية مجتمعة. وبعدين بعد كده ان اسرائيل النهاردة القوات المدرعة هي القوة الضاربة للقوات البرية الاسرائيلية وتحقق الاختراق العميق والالتفاف والتطبيق. كل الكلام ده محسوب. ان اسرائيل النهاردة عسكريا لا تعتمد على الدفاع الثابت. ده اللي قالته هيئة المعلومات قاعدة المعلومات. طب فرضت علينا ايه؟ فرضت على القيادة السياسية تقدير الموقف بقى. فرضت على هذه قاعدة المعلومات عشان ابين قيمة المعلومة. فرضت على القيادة السياسية ان لا تدخل في مجال سباق التسلح مع اسرائيل في مجال القوات الجوية، ولابد ان تبحث عن سلاح اخر يستطيع من خلاله ان يحد من قدرات هذه القوات الجوية. طب عايز أسأل هنا سؤال، هل برضو المخابرات هي من هو مسؤول عن تقدير الموقف من خلال المعلومة، ولا في أجهزة أخرى؟ طبعا لا، هي برضو احنا هيئة المعلومات والتقديرات. المهم ابتدينا بقى نطلع، ابتدت القيادة السياسية تبتعد عن موضوع سباق السلاح. دور على سلاح آخر. ابتدت تدور على سلاح آخر، ابتدت تخش في موضوع ان هي تبني حائط الصواريخ. وابتدت الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر ابتدى يتفق مع الروس ان هو يجيبه يبتدي يجيب نظام قطاع الصواريخ، وابتدى هذا النظام يتبني في مصر. الحقيقه شهدت هذه الفتره بطولات فائقه من الشركات المدنيه اللي ابتدت تنشئ هذه القاعده الصواريخ، وكان فيها خسائر كثيره جدا لكن نجحت في انها تخلص قاعده الصواريخ. قاعده الصواريخ ده حقق لمصر انها تحمي سماء الجمهورية بالإضافة إلى 15 كيلو شرق القناة. يعتبر برضو تفوق جوي لكن مش عن طريق السلاح الجوي. مش عن طريق الطيران. المهم بعد كده بقى فرد أداء بالنسبة للقدس، بالنسبة للقوات السلاحة لما كانت المدرعات هي القوة الضاربة، وبعدين القوات المدرعة دي بتعمل اختراق بعيد المدى. بتعمل دايما يشتغل على المؤخرات بتاعتك. فابتدينا نشكل كتائب صواريخ قصيرة المدى. ابتدت تشكل حوالي 10 كتائب صواريخ، ابتدت دفعت مع الموجات الأولى للهجوم. هذه الصواريخ قصيرة المدى دي حققت خسائر فادحة في موضوع الهجوم المضاد بتاع القوات المدرعة الإسرائيلية لما ابتدت قواتنا تستولي على خط. طب عايز أسأل عن فكرة التمويه اللي استخدمت بقوة في 73، هل كان للمخابرات دور فيها ان العساكر قاعدين ومرحرحين وبيغنوا وبيستحموا وبيتفسحوا وبيغسلوا هدومهم؟ ده موقف تكتيكي. يعني ده شغل ده للجيش تماما. جيش. المخابرات الحربية. المخابرات الحربية. تمام. احنا بقى بعد كده ابتدينا ندور احنا واحنا اداء بنتابع وبتاع، ابتدينا نقول طيب لو العدو ده هيتعامل معانا ازاي؟ فابتدينا نبص على الجبهة السورية، لأن أن العدو النهارده بالنسبة للجبهة السورية لن يسمح لسوريا أن تدير مع المعركة على هضبة الجولان. لابد أن يدير المعركة مع سوريا خارج هضبة الجولان حتى يصل إلى مشارف دمشق. بالنسبة لمصر ممكن يسمح بهجوم بعض القوات لأنه عنده عمق ممكن، لكن في نفس الوقت القوات محدودة. تعدي يبتدي يسحبها كمائن
قتل وبعدين يبتدي يحقق فيها خسائر كبيرة جدا وابتدي يردها لما انطردها. المشكلة بقى أن إسرائيل في كل هذه الأحوال كانت بتقيم مصر أن مصر جثة هامدة غير قادرة علشان عمليات عسكرية مؤثرة ضد إسرائيل. بالعكس يمكن دي مش مشكلة, دي فادتنا يعني كانت نقطة قوة بالنسبة لمركز قوة. استمر مدير المخابرات الحربية الإسرائيلية المسؤول عن تقييم دول الجوار اللي هو مصر والأردن وسوريا ابتدى مقتنع بهذه القناعة حتى لغاية الساعة 2 يوم 6 أكتوبر, وده فادتنا إفادة شديدة المفاجأة بقى جدا. كان المهم بعدين ابتدينا نعمل, وبعدين ابتدينا بقى في فترة حرب السنزاف عملنا عمليتين مهمين جدا بالنسبة لإسرائيل. أول عملية ان احنا دمرنا الحفار إسرائيل كيتينج اللي أجرته إسرائيل من كندا عشان يحفر يبتدي ينقب على البترول في خليج السويس. دمرناه في ساحل العاج. نمرة 2 ان احنا قبضنا, لا ثانية واحدة, يعني ايه دمرناه في ساحل العاج؟ انا فاكر القصة دي بس يعني ايه دمرناه؟ إسرائيل قبل ما يوصل يعني؟ بالظبط. قبل ما إسرائيل يوصل. وهل المخابرات كان ليها دور في التدمير ده يا فندم؟ طبعا احنا اللي اكتشفنا, احنا اللي ابتدينا اكتشفنا تأجير هذا الحفار وتابعناه وابتدينا وعرفته جاي ليه؟ وجاي عشان ينقب البترول, وخدنا تصديق الرئيس جمال عبد الناصر وابتدينا نشترك مع القوات المسلحة في تدميره, ونجحنا في ان احنا ندمره في ساحل العاج ولم يصل الى منطقة خليج السويس. العملية الثانية كانت القبض على الجاسوسة هبة سليم اللي هي قضية القرن. لان هبة سليم لو كانت استمرت في عملها ما كانت القوات المسلحة تعاني معاناة شديدة جدا في عملية العبور. ده العمليتين هبة سليم بتهيألي هي اللي اتعمل عنها فيلم الصعود للهوية مش كده؟ اللي أدت دورها الفنانة الجميلة مديحة كامل. يعني ابتدت دمرت تقريبا كمية كبيرة جدا من المعلومات السر الغاية عن القوات المسلحة, لأن مصدرها كان في موقع يستطيع من خلاله أن يحصل على معلومات السر الغاية. بعد كده بقى جينا في شهر مايو 73 ابتدينا نحط تصور المعركة القادمة مع العدو. ايه اللي لما العدو نشتبك مع العدو ايه اللي هيحصل؟ اللي هي 73 في 1/5/73. طب هستأذن اللي هي اكتوبر 73 اللي حصلت في اكتوبر 73 قلنا التالي. طب هستأذن حضرتك نشوف بعض اراء المواطنين حول هذا الاحتفال, يعني مرور 47 سنة, ونرجع نكمل كلامنا مع سيادة اللواء محمد رشاد. تفضل. تهنئة حضرتك للقوات المسلحة في ذكرى السادس من كل سنة وستة اكتوبر وانتوا بخير, وربنا يخليكم لينا ما حرمناش منكم, ويجعلكم كده سند لينا ودفع عننا وانت حبيبنا. بفتكر الحرب دي بكل خير, يعني الله يرحمه السادات, يعني بصراحة يعني عمل المفاجأة للعالم كله. نفتخر بأبطالنا طبعا اللي ماتوا ونحييهم على اللي هم عملوه عشان بلدنا. بصراحة الجيش المصري عمل إنجاز في 73, سواء على المستوى التاريخي إن هو رجع الأرض تاني بأقل قدر من الخسائر ممكنة, على المستوى الحربي فهو استفدنا منه تكنيكات جديدة وبتدرس حتى الآن في جميع المعاهد والأكاديميات اللي هو بتاعت الحروب واللي بتدرس الأكاديميات. على المستوى الاجتماعي بتشوف التحام الشعب مع الجيش بتاعه إزاي إن هو كان كتلة واحدة صامد. لولا انتوا ما كناش احنا يعني وقفنا الوقفه ديت, ولا اتكلمنا ولا بقينا كويسين, ولا بقى ليك عندنا كرامه. يعني احنا انتوا سبب في الخير وفي النعيم اللي احنا فيه. فطبعا تحيه لروحهم الطاهره, وبالنسبه لقاده الجيش والجيش كله, انتوا يعني طول عمركم العمود الفقري بتاع مصر, بتاع البلد كلها. وانتوا ما انتصرتوش لمصر بس, لا انتصرتوا للامه العربيه كلها. والله بقول لهم ألف ألف شكر على اللي هم عملوه, وربنا يديم التوفيق كده والنجاح للقوات المسلحة. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حرب أكتوبر المجيدة. أنا بحيي الشهداء رحمة الله عليهم جميعا, كلهم طبعا في قلوبنا. الناس دي هي اللي عملت البلد دي. بصراحة روح الشهداء معنا كلنا,
ده رفع راس كل العرب، ولحد دلوقتي بتطلع بطولات كل يوم جديدة وبيحكوا لنا. احنا نتمنى ان الاجيال الجديدة تعرف عنها حاجات كتير، لان دي كانت حديث العالم كله، يعني كان العرب كلها وقفت مع بعض والعالم كله ايدنا، وان الجيش المصري ده بيدور على حقه، عمره ما بيعتدي على احد. سيادة اللواء، كل هذا الشكر لحضرتك ولكل قيادات الشرطة مع الجيش المصري طبعا. يعني طبعا أنا بقى في 75 حطينا تصور المعركة القادمة مع العدو، لأن احنا كنا حاسين بقى أنه ما قدمناش بديل غير الحرب. طب ممكن أسأل سؤال صغير على هبة سليم، ليه أصر أنور السادات إعدامها سرا؟ هل كان ده ممكن يعمل أزمة دولية رغم أن المعلومات كانت معروفة عن خيانتها؟ يعني هبة سليم كانت جاسوسة، بنسميها قضية القرن، لأن هبة سليم حصلت أو مررت معلومات كثيرة جدا عن القوات المسلحة المصرية. يعني الحقيقة كانت مؤثرة جدا وعملت لنا مشاكل كثيرة جدا وحرمتنا من مصادر معلومات كثيرة جدا. يعني عندنا مثلا في بسبب هبة سليم فقدنا مجموعة السلاح خلف خطوط العدو. لكن فكرة الإعدام سرا أو علنا دي ما عندناش عنها تفسير. لا لا، ما يعني سرا أو عندها موضوع. احنا بعد ما أنا قعدت أستجوب هبة سليم 71 يوم. ده حضرتك بنفسك؟ لأن هبة سليم زارت إسرائيل 9 مرات وابتدت تتجول في إسرائيل كمواطنة إسرائيلية. وحضرتك كخبير في معلومات، حسيت إن الفيلم الدرامي اللي اتعمل الصعود للهوية، طبعا مديحة كامل ومحمود ياسين وإيمان وكمال الشيخ، مجموعة كبيرة عظيمة، هل حسيت فعلا إنه كان فيه كثير من الحقائق؟ ايوه في، بس ما كمل يعني ما غطاش كل الحقائق. طبعا في عجائب، لان ساعه ونص واحنا بنتكلم عن فتره طويله جدا من التجسس، فكانت العمليه كبيره جدا. هبة سليم كانت قضيه القرن، لانها قضيه مكتمله، معلومات كثيره جدا فوتتها. ابتديت تبص في الناحيه الاجتماعيه بتاعتها، الجزء الاجتماعي، يعني الراجل ده اولا هبة سليم اللي فرزها استاذ قسم الادب الفرنسي في جامعه عين شمس، اللي كان عامله علي جوهر في الفيلم، اللي هو اصلا كان جاي من السوربون عشان يبتدي في اطار اتفاقيه مع جامعه عين شمس، هو اللي فرزها واختارها وصفرها. هبة سليم لوحديها كده ما تسويش 3 ملايين في موضوع التجسس، لان لابد ان يكون الجاسوس في هدف او مرتبط بهدف. هبة سليم لا في هدف ولا مرتبط بهدف، يعني لا بتشتغل في الجيش ولا جوزها مثلا، لان هو جندها لانها مستوى الاجتماعي مهتز، وممكن تبقى يعني في ايده سهله جدا انه يجندها وبعدين تبتدي بقى تشتغل في الراي العام وحاجه زي كده. لكن هل هي يا فندم حضرتك لما التقطها 71 يوم في التحقيقات، هل هي كانت مقتنعه انها كانت بتعمل شيء كويس ولا شيء وحش ولا عشان الفلوس ولا ايه بالظبط؟ يعني ختام هبة سليم اخر يوم فبقول لها هي بس ليه انت مش ندمانه؟ قالت لي انا عارفه ان هنتعدم، بس انا بقول لكم انا كنت بادي واجب وطني. ازاي واجب الوطني؟ ما هو ده السؤال اللي كنت بساله. قالت لي انا بقول لكم 3 حاجات، اول حاجه ما تحاولوش تحاربوا الناس دي، لان لا فائده من انكم تحاربوهم، لانهم ميزان القوة او قوتهم مش هتقدروا. دي عامله تقدير موقف من وجهه نظرها. نمره 2 ان ما تحاولوش تعدوا قناه السويس، والا قناه السويس هتبتدي تبقى مقبره ليكم، وتجنبا لمزيد من الشهداء والارامل ما تحاولوش تعملوا الكلام ده. نمره 3 ان انا احترمت من ضابط المخابرات الاسرائيلي ما لم احترمه من الستاف اللي انا كنت بشتغل معاه في السفاره المصريه، لان هي اشتغلت كانت بتشتغل موظفه في السفاره المصريه في المكاتب الفنيه، باعتبار ان امها نجحت في انها تشغلها في السفاره كموظفه محليه. يعني احنا كنا محتاجين اعترافاتها في كتاب الحقيقه. مقتنعه ان هي باللي عملته، ان هي بتقول انكم بحذركم، وطبعا تحذيراتها دي طبعا من يعني هي معمول لها غسيل مخ. طبعا زارت اسرائيل 9 مرات، فرجوها كل القواعد الجويه، جابوا لها طياره ميج 21 وطياره فانتوم، وابتدى يعملوا لها مقارنات لغايه ما ابتدت تبقى مقتنعه تماما قناعه تامه ان مصر لن تستطيع ان
تحارب إسرائيل أو فيكون من الأفضل يعني ننقل أسرار جيشها يعني بما إنها مش هتقدر تحارب إسرائيل يعني هي يعني عايزة مت خط على استقامته إيه الخدمة الوطنية يعني هتحاولوش تعملوا عشان ما تخسروش أكتر من كده. طيب أنا عايز أسأل سؤال مهم جدا لحضرتك في يعني وإحنا بنشارف على ختام هذا اللقاء في حال السلم ماذا تقدم المخابرات الوطنية؟ طبعا بين قوسين مش عايز اتكلم على مخابرات الدول اللي شغالة على خراب المنطقة بتاعتنا بقالها 40-50 سنة، لكن ايه الدور الشريف الوطني اللي تقدمه المخابرات المصرية مثلا او مخابرات اي دولة في حال السلم حال اللحر؟ مصر او المخابرات كل المخابرات كلها بالكامل بمسؤوليتها مسؤولية تحقيق الامن القومي. والأمن القومي ليه أربع محاور. الأمن القومي مش حماية حدود بس. الأمن القومي الأمن الاجتماعي الأمن العسكري الأمن السياسي الأمن الاجتماعي كل المحاور دي كلها مسؤولية إن الجزء من هم دول محاور الأمن القومي. والمخابرات العامة مسؤولة إن هي تبتدي تحقق التوازن في المجتمع على أساس إن هو يبقى مجتمع متوازن يحقق كل أفراده تحقق الأمن القومي، لأن لابد أن يكون معلومة أن الفرد هو أساس عملية المجتمع عملية الأمن. فإذا كان الفرد أحسنت الفرد حس أن هو حقوقه السياسية موجودة ولو مؤمن عسكريا وحقوق الاجتماعية موجودة يبقى بالتالي يبقى راجل النهاردة مواطن صالح يستطيع أن يقوم بدور في الأمن لأنه هو عين أجهزة الأمن في الشارع. عسكري سياسي اجتماعي وفي اقتصادي ولا ايه؟ اقتصادي. اقتصادي. طب ايه يعني ايه دور المخابرات في الأمن الاقتصادي مثلا؟ الأمن الاقتصادي تشوف السلبيات الاقتصاد تحذر من أي سلبيات الموجودة في مدارك. عشان هترد على المواطن فما يبقاش ولاؤه كامل للوطن. طب الأمن السياسي مفهوم أنه يبقى فيه رضا مثلا من الشارع عن أداء الحكومة مثلا وكده؟ بالضبط. الأمن العسكري طبعا معروف أن الأمن القوات المسلحة بتحمي حدوده. طبعا الأمن الاجتماعي بقى الأمن الاجتماعي أنه هو يبتدي يتحقق العدالة الاجتماعية. يعني العدالة الاجتماعية دي جزء من الأمن القومي. عدالة الاجتماعية دي عدالة سياسية واقتصادية واجتماعية. وبالتالي ده الأمن القومي هو رمانة ميزان المجتمع. لو انت حققت الأمن رمانة الميزان دي يبقى كل المجتمع متوازن وبالتالي يبقى ما فيش أي مشكلة بالنسبة لأن هو مشاكل. عاوز أقول لك حاجة، النهاردة الجيل الرابع في الحروب النهاردة الإنهاك البطيء. الإنهاك البطيء النهاردة إن هو بيحط المواطن في موقف يستطيع من خلاله أنه هو يبتدي يؤدي إلى سقوط الدولة. يأسوا من الدنيا وبعد كده يسخط وبعد كده بيسموها ده الجيل الرابع في الحروب في الحرب النهاردة. الحروب النهاردة ما عادش أسلحة، بدأت النهاردة النظام اللي هو الإنهاك البطيء النهاردة توصل المجتمع إن هو يبقى دولة فاشلة، المواطن فيه حاسس بأنه ضايع. وبالتالي تبقى الانفجار كله من الداخل. طب سيادة اللواء في الختام عندي سؤال صريح شوي، ممكن يكون احنا كإعلاميين او كفنانين اللي عملنا الدور ده ولا ايه، ليه بيسوق جهاز المخابرات اللهم بعض الاعمال القليلة اللي زي رأفت الهجان وكده اللي بينت اهمية قيمة هذه الجهاز، يسوق على انه يستخدم من قبل السلطة في الدول علشان يعني الامن السياسي ان محدش يفتح بقه، الامن الاجتماعي انه الغني يفضل غني والفقير يفضل فقير، يعني عكس كل الكلام اللي حضرتك قلت. هو ده الامن القومي، انك الامن النهاردة انك تحقق توازن الاربع محاور اللي هو السياسي والاقتصادي والعسكري والاجتماعي. هؤلاء الاربع توازن دول اصلا لو ابتديت تعمل توازن في المجتمع النهاردة بتبقى فيه مجتمع متوازن يؤدي ان هو يقاوم كل عمليات الانهاك البطيء واسقاط الدولة. لان النهاردة كل الدول في المعادية بتعمل النهاردة على موضوع ان تحول الدولة من دولة الى دولة فاشلة. دولة فاشلة. فبالتالي لو حسيت لو وصلت الى موضوع ان تبقى دولة مفسدة تبقى في مواطن النهاردة يستطيع من خلال تبقى النهاردة الدولة تسقط. فبالتالي ده نظام الجديد في موضوع الحروب القادمة اللي هو الانهاك البطيء. اشكرك جدا. ياخدك على موضوع على مستوى على فترة طويلة جدا
يبتدي كل الانفجار يبقى من الداخل مش من الخارج. أيوة. لأن الخارج بيقوي الناس. أيوة. أو يجمعهم، لكن الموضوع من الداخل كله النهارده يبقى انفجار. وده اللي دايما سيادة الرئيس ينبه ليه، ان احنا نبقى ايد واحدة هو التحدي الكبير. ده حاول تحول الدولة من دولة مستقرة إلى دولة فاشلة. بشكرك هو جداً. ده اللي هناك البطل. نورتنا وحضرتك معانا النهاردة كبطل من أبطال حرب شكرا. أكتوبر، رغم انتماء حضرتك شكرا. للمخابرات والشرطة المصرية، كل سنة وحياتك بألف خير. جزيل الشكر لسيادة اللواء محمد رشاد الوكيل الأسبق لجهاز المخابرات العامة، وأيضا رئيس ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية من بعد نكسة 67 حتى معاهدة كام ديفيد 77. بشكركم. فاصل قصير جدا. كون معانا الأستاذة ماجدة خير الله السيناريست والكاتبة والناقدة الكبيرة. خليكم معنا.